نايب بن عمر فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الرئيس بالنيابة، زملاء زميلات النواب، السيد الوزير والطاقم المرافق لك، المواطنين الأحرار اللي تابعونا وما ندير والو، سامحونا على كل حال. اليوم راك جايب لنا قانون المالية تصحيحي، أنا نشوف فيه كي قلت لي تصحيحي معناتها غلطتوا. وجيت أنتوما قطعتوا وحنا نرقعوا. حنا ماناش دار الترقع. من الاول كنتو ديروا قانون صحيح، ولا كنتو تسميوه قانون ماليه تكميلي، وما تبقاش تقنعني باللي ما غلطتوش. غلطتو، والغلطه الكبيره اللي غلطتوها ما غلطتوش بمليار 500 مليون، 7 ملاير 7 ملاير دولار الفم راه يقولها ميزانيه تاع بعض الدول. راكو دايرين كارثه. واليوم تجيبوا لنا قانون هذا 97 مليار، قانون تاع الماليه تاع 22 نوفمبر، وتزيدوا له 7 معناه 14 مليار دولار، والشعب يعاني والشعب يسوفري. ما هو فرحان بسكنه، ما هو صار فرحان بطابله تاع هي كل مليح، ما هو فرحان بترونسبور، ما فرحان بالواطا، ما فرحان بتحواس لا في الداخل ولا في الخارج. هاد الشعب واش راه باغي نديروا له حنا؟ قال هاد الشعب راكو قال له اللحم تاعه، هاد تقي ولا فيه؟ حكومه هادي جات معانا بدايه العهده، انا يظهر لي رانا في عامين ونص ما كان والو. انا من هذا المنبر نطلب من رئيس الجمهوريه يكمل معاكم كاع، روحوا تروحوا كلش، ما درتوا والو، ما كانش نتائج، ما كانش 30% 5%. انتم دروك كي غادي تنقصوا الضريبه الجمركيه تردوها 5%، 25% واش غادي تمشي تجيب المواطن ولا تجيب التاجر اللي جاب اللحم وجاب كذا؟ انتم يظهر لي عندكم السياسه تاع تزيدوا الماء في البحر، البحر ما يخصهاش الماء. المواطن هو اللي مضرور، كيش غادي تعوضوا للمواطن اللي كونسوم هذا اللحم كله؟ كيش غادي تعوضوا له هذا الفارق هذا؟ ما عندكمش كيش تعوضوا له. وحنا نطلبوا تسحبوا هذه الماده. نولي تجي للمنطقه اللي جيت منها وما ريتش عليها وما نسكتش ونقعد نهضر عليها الى اخر يوم. الباسافو ولا الشعاع الجمركي. ما كان والو، راه يفوت في الحداد. قلنا لكم راكم بالعين، قلت لك على عده مناطق من بينها مغنيه باب العسل غزاوات مضرومه. يا انتم ما راكوش نيشان، يا الجيش الشعب الوطني ما راهش يخدم خدمته. والاكيد الجيش الشعب الوطني يخدم خدمته، الاكيد يخدم خدمته. انتم اللي ما كنتوش تخدموا خدمتكم، قلعوا لنا هذا الباسافو. عندكم كل الوسائل، سقسي وسيدي الجمارك، سقسي والدرك الوطني، سقسي والجيش، سقسي والاداره، واش راه يفوت؟ قال ما راهش يفوت. عادي هاو الضالين، قلعوا علينا. كنت نقصتوا هذا الخطر، علاش نقصتوا 4 مواد؟ نقلعوه كاع يا خويا. كاين تهريب، حنا دوله، حنا دوله، حنا ماشي بونديه تاع صوب. الدوله تامر في 24 ساعه يكون عاود كاين الباسافو. انتوا تخاف تقول الله فينا؟ راكو حاقرين المنطقه الغربيه، راكو حاقرين، راكو واطين علينا، شوفوا فينا. روحوا تروح المغنيه ضرب دوره وشوف الناس كيش راه عايشه. روح الباب العسا، روح البورسي، روح الغزاوات، روح المضرومه، روح لتشيلمسان الكبرى، روح لولاد ميمون، روح لتشالوت، روح لصبرا. الناس راه تشوف يا جماعه، خافوا الله. قبيل النايب من النواب يقول يا ودي السميك بزوج ملايين، 100 اورو، 100 اورو تعيش يا راح. احنا نواب نورمال تزيدوا للعمال تزيدوهم 100%، ولا راه يخلص 5 ملايين نعطيوها 10، ولا راه يخلص 4 نعطيوها 8، ولا راه يخلص 10 نعطيوها 20. إلا سلك يا ربي، إلا سلك. الجزائر الجديدة، كش راكم تشوفوا فيها الجزائر الجديدة؟ بدلنا كوستيمات، ولا بدلنا نواب، ولا بدلنا وزارة، ولا بدلنا ولات، ولا شنو؟ الجزائر الجديدة في القوة تاع المواطن، الجزائر الجديدة في العدالة، الجزائر الجديدة في التنمية، الجزائر الجديدة في التعليم. هذه هي الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة ماهيش شعارات، ماهيش شعار الجزائر الجديدة. احنا ماناش جينا هنا نصفقوا، احنا جابنا شعب، جابنا ربي وجابنا شعب، جابنا نحاسبوكم، جابنا نحاسبوكم ونحاسبوكم وما نسكتوش. كنت قطعوا لنا ريصالنا والله ما رانا ساكتين. سبحان الله، الرجال مدت روحها لهذ البلاد باش شربت الشربه من الاستقلال. يرحم الشهداء، احنا ما قدينا نسيروها. عيب والله لا عيب، رانا نخرج نتفاهدوا مع المواطنين والمواطنات. تا واحد ما راه سالك، اللي خدام ما سالك واللي ما خدامش ما سالك، شكون هو اللي راه سالك؟
شنو اللي راه سالك؟ مدير يبكي، معلم يبكي، بوليسي يبكي، دركي يبكي، شنو بغيتي نسالك؟ روتريتي يبكي، كاع الناس تبكي. اتقي والله، خافوا ربي، زدناكم 400,000 شي ستني، البارح اللحم السنة الماضية اللحم يدير 130,000 راه يدير 300,000 وقعدنا المجلس الشعبي الوطني تاع الحمص واللوبيا والعدس واللحم قعدنا غير 8 دور وقاصد نزيدو 30 دقيقة 30 ثانية سيدنا زدنا شوية قعدنا مجلس تاع لوبيا وحمص حنا ماشي جينا نشرو جينا نحاسبو جينا نهضرو جينا نوروا الرأي العام هذا هو المجلس شبه الحراك هذا هو المجلس يبغى السيد رئيس الجمهورية مجلس ضعيف شكون ضعفنا ضعفتنا الحكومة ضعفتنا الحكومة كل وزارة أنا من سحق توازير اللي يجي عندها على صوالحي يطردني ويدير لي بيبليسيتي ما جات عند وزير على صوالحي جات على صوالح المواطن والحمد لله كافي شري لكن المواطن مضرور لازمنا نشوفوا فيه شوفوا في القاعدة وخشوا سيدنا النائب زدناك سيد النائب لا رانا رانا على الجامعة سيد النائب رانا على الجامعة سيد النائب وراه كاين تدخلات تاع زملاء من وراك سيد النائب زدناك 30 ثانية كل في النواب شكرا سيد النائب البشر الخلود يا شهداء إلى القراء تحية الجزائر